أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العمل على زيادة مستوى التنسيق بين الدول العربية لضمان الأمن الغذائي. وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية إن القمة تناولت أيضا مناقشة موضوعات الغذاء والحبوب. في الأمن الغذائي الذي نوقش في هذه القمة كان في منظور توفر الحبوب وضرورة يعني فك جميع العوائق التي تسمح بوصول الحبوب إلى مصادرها، وأيضا دعم الدول الأكثر تأثرا بأزمات الأمن الغذائي الحالي أو نقص الغذاء. فكان هناك إعلان أمريكي في مبادرة معينة تستهدف المنطقة بمبلغ سيكون مذكور في البيان، وأيضا تأكيد على ما سبق أعلنته مجموعة التنسيق العربي، وهي مجموعة من عدة صناديق عربية حكومية أعلنت مبادرة ب10 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأفقر والأقل نموا للتعامل مع الأزمة الحالية. بس أتفق أنه يعني التنسيق مهم، وهذا في تحت مظلة الجامعة العربية هناك حوارات قائمة فيما كيف نستطيع نرفع مستوى التنسيق بين الدول العربية لضمان مستوى أعلى من الأمن الغذائي.